خلاص، السلام عليكم، تحياتي للجميع. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله في هذا الفيديو ده غادي نحاول ندير ان شاء الله واحد سلطه فخوي، واحد شلاضه ديال الفواكه او سلطه ديال الفروتاس. كما كتشاهدوا هنايا، المهم عندي اللتينه والليمون والبرتقال، عندي خمسه الحبات هنا هذا ديال العصير غادي نعصروه. الحامض كذلك كما كتشوفوا كاين واحد جوج الحامضات هنا تاهما نعصروهم. هذا الخوخ كما كتشاهدوا، هذو لي بيش ميلوكوتون. هذا التفاح كما كتشوفوا، هذا اللينغاس لاسبيراس، هذا واحد كيوي غير واحدة عندي هنايا، هذا ديك تشاتو، او هذا ديك تشاتو عندي منو ثلاثة، او باراغوايا، او لي بيش بلات. البنان كما كتشوفوا عندي البنان هنايا، البرقوق عاوتاني وحدة هنايا كما كتشاهدوا، البطيخ، العنب كذلك ها هو عاوتاني حتى هو عندي منو. هادشي اللي كاين، خليكم معنا. دابا غنقشر التفاح ونعصر هاد التين هذا، خليكم معنا نتوما تشوفوا كلشي. المهم الاخوان، دابا جبرتوني قشرت هنايا، قشرت التفاح درتو هنايا باش تغسلوه، واحد المرقوقه وحده هي كبيره كانت عندي، وهذوك لي بيش بلات او ديك الخوخ هذاك المسطح، او تشاتو باراغوايا كما كتشوفوا هنايا، والخوخ ثلاثة ديال الخوخ حتى هما قشرتهم وقطعتهم كما كتشوفوا. المهم قشرتهم قسمتهم على جوج. دابا هادشي كامل غادي نغسلو باش نبدا نقطع. وغيبقى لي خصني نعصر هاد البرتقال هاد اللتين، ونعصر هادوك الحامضات، وهادو غادي نقيهم ونقطعهم ما نقشرهم شي. هاد اللينغاس او الاجاس، وخليكم معنا كما كتشوفوا الاخوان. دابا كنقطع هذاك اللينغاس ديال الفجاس، كنقطعو على هذا الشكل هذا، كنقسمو على جوج، كنحيدلو ديك القلب ديالو. على هذا الشكل كما كتشاهدوا، كما كتشوفوا على الشكل هذا كنقطعو. نتوما كتشوفوا على الشكل هذا، دابا نكمل هذا التقطيع ديال هذا الاجاص، وغادي نبدا نغسل داك الشيء كامل باش نبدا نقطعو. دابا من بعد الاخوان كما كتشوفوا، من بعد ما غسلت دابا ديك الفواكه كامله اللي قطعت قبل واللي نقيت قبل، دابا غادي نبدا نقطع هنايا في هذا الاناء هذا كما كتشوفوا على الشكل هذا. هاد الكيوي دابا
ما كتشغل. المهم غادي نقطع هاد الشيء كامل هنايا، وغادي نقطع لي هاديك البنان، غندير داك العنب، عندي شويه البطيخ. كما كتشوف الاخوان، المهم دابا هاديك الشيء كامل، ديك الخضره كامله، هاديك الفروته كامله رانا قطعتها هنايا كما كتشاهدوا. من بعد ما غسلتها قطعتها هنا كامله. هذا العنب عاوتاني غادي ندير له العنب هذا من بعد ما غسلته كما كتشوفوا، غادي نضيفو عليها. دابا غادي نضيف عليها شي جوج البنانات، كما كتشوفوا غادي نقشر هاد البنان هذا ونقطعو عليها جوج بنانات. هذا العصير ديال هذا العصير ديال البرتقال اللي عصرت كما كتشاهدوا، غادي نضيفو. ولكن كنظن غادي نضيف شي قطعه ديال البطيخ كما كتشاهدوا هنايا، غادي نضيف واحد القطعه. ماشي بزاف، غير واحد طرف هكذا، غير الطرف هذا غادي نضيفو كما كتشاهدو. دابا غادي نضيف هاد العصير ديال هاد العصير ديال البرتقال، غادي نضيفو دابا كما كتشاهدو على هاد الشكل هذا. هذا واحد الحامضة كبيرة عصرتها حتى هي، هذا العصير ديال الحامض كما كتشاهدو، ثوم ديال الليمون غادي تاهو نضيفو كما كتشاهدو هنايا، وتقريبا واحد جوج معالق ديال السكر كما كتشوفو، غنضيف واحد جوج معالق ديال السكر. على هذا الشكل هذا صافي، جوج معالق كما كتشاهدوا ديال السكر. وعاد غادي نحرك هذا الشيء كامل، غادي نخلط الخليط هذا كامل كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا، يتخلط هذا الشيء كامل. هذا الشيء هذا هو تمزج مزيان مع بعضو. من الاحسن قبل ما نسويوه، يعني من الاحسن واحد تقريبا واحد جوج ساعات في الثلاجه كيبرد شويه كيجي ممتاز. هادشي اللي كان دابا الاخوان خلاص، غادي ندخلو واحد بحال اللي قلت تقريبا واحد جوج ساعات في الثلاجه، وغادي نسربيوها عاوتاني.